ايه العقوبة اللي تقع عليه؟ ايه القانون اللي انا اقدر استند ليه وانا ببلغ الشرطة طبعا النجدة، او ببلغ شرطة التموين، او ببلغ حماية المستهلك؟ فاحنا تمام، طبقا للقانون 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون 281 لسنة 1994 في عقوبة أي غش أو خداع في أي سلعة لأي حد بيبيعها عقوبة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه أو تمام بهاتين العقوبتين تمام إضافة لقيمة السلعة اللي هي حرر فيها المحضر. طيب انا مشتري دلوقتي، لو اكتشفت وانا بشتري اللحمه ان اللحمه دي فاسده او مريضه، انا ايه الاجراء اللي اقدر اعمله ضد الجزار دوت؟ كلامك صح جدا، وانا بقول للناس كلها اي حد لقى حاجه مش مظبوطه في الاكل وفي الشوربه بتاعت اللحمه لا ضاع حق ولا مطالب، يقدر اول حاجه يتصل بالنجده رقم 112 122 تمام او بحمايه المستهلك في الارقام اللي هنسيبها دلوقتي على الشاشه.